لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واحد من الإخوة قال لي مرة بأنه يتبع في صناعته وتجارته اسلوب ادفع، هو هيك مسميه. قال لي إذا عرضت لي معضلة ادفع، إذا صعب علي أمر ادفع، إذا أزعجني زبون ادفع، إذا لبكني أجير ادفع، إذا عسر علي ترخيص ادفع، إذا انتزعت ماكينة ادفع. ومراده هو بهذه ادفع يعني ادفع في سبيل الله تعالى، ادفع للفقراء والمساكين. قال لي وأنا بفضل الله الله أكرمني أحياناً أدفع 10% من دخلي، وأحياناً 20%، وأحياناً 25. قال لي بس بفضل الله، بفضل الله الله عز وجل يعطيني أشياء عجيبة أراها بعيني من جراء الدفع والإنفاق في سبيل الله تعالى. قال لي أنا وأخي شاركنا رجل، قال لي بس هذا الرجل كان له أسلوب أقوى من أسلوبنا. هذا الرجل لما شاركهم قال لهم أخي بس أنا معي شريك، وإذا بدي أدخل بأي شركة نص ما يأتي من هذه الشركة بدي أعطيه لشريكي. قالوا له مين شريكك؟ قال لهم الله، أنا هيك متعود، شو ما بيجيني 50% من شركاتي وأعمالي بيروح لرب العالمين، بيروح للفقراء، فإذا بتحبوا أنزل أنا وشريكي بنزل، ما بتحبوا أنتم في حل وأنا في حل. قالوا له ماشي. هو كمان هذا الذي يعني يتكلم هو صاحب أسلوب ادفع. قال لي بدأنا بالعمل، قال لي نزلت فينا معضلة الحقيقة أرهقتنا وأتعبتنا ولبكتنا كثير في أثناء العمل. قال لي شريكنا بيقلنا روح أنت وأخوك ناموا بسريركم، شريكنا هو بيرتب لنا الأمر. قال لي والله يا أستاذ بعد أيام حلت القضية بطريقة عجيبة من السهولة والتيسير، شريكهم اشتغل. أعرف رجلاً من أهل الشام سبحان الله فاتح رب العالمين عليه في المال شيء عجيب، فعلاً عجيب. على الحقيقة هو ما بيعرف قديش معه، مع أن الرجل كان فقيراً جداً. خبرتكم مرة قال لي بعام 1980 أظن، قال لي لو أردت أنت أن تدفع زكاة مالك 100 ليرة، قال لي أنا كنت مستحق هذه 100، يعني بتعطيني إياها لإلي. فقير جداً، سبحان الله فتح الله تعالى عليه بعمل ورزق رزقاً كبيراً. فأنا مرة سألته قلت له ما السر يعني في رزقك الرزق الكثير؟ قال لي يا دكتور اللقمة اللي بحبها بحطها بتم غيري، هذا السر، اللقمة اللي بحبها بحطها بتم غيري. قال لي خصوصاً أبي وأمي، الأكلة اللي بيشتهيها بيأخذها لأبو وأمه، القطعة اللي بيشتهيها بيأخذها لأبو وأمه، الأمر الذي يحبه لنفسه من سفر من حضار أول شيء بيبدي أبو وأمه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإسلام أراد أن يدرب المسلم على أن يبذل كله لله تعالى. أنتوا هلأ جايين قاعدين بالدرس تبذلون من وقتكم في سبيل الله تعالى، أنت تصوم تبذل من جهدك في سبيل الله تعالى، هلأ أنت تنفق تبذل من مالك في سبيل الله تعالى، إذا دعا داعي الجهاد أنت تبذل روحك في سبيل الله تعالى. فالمسلم مدرب بأن الله عنده أعلى من كل شيء، لذلك قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
وجدت أيها الإخوة مقامات الناس في الإنفاق من حيث الكم 6، ومقامات الناس في الإنفاق من حيث الكيف 3. هلأ صار في ناس بيتبرع كل ماله، نص ماله، 33% و10%. في ناس بالمقام الخامس بالإنفاق بيدفع بس الزكاة 2.5%. غير الزكاة لا تجيب لي سيرة إنفاق ولا تجيب لي سيرة صدقات. أنا أخي في شيء غير هاد الله بده إياه فرض علي؟ لا، إذا خالص لك أخي بس والله منيح يعني تدفع فوق إن في المال حقا سوى الزكاة. أخي أنا منيح اللي عم بدفع زكاة، وإذا بتحكي كلمة تانية بخصمك. سبحان الله، في منيح ماشي الحال على كل عم يدفع زكاة. هذه رتبة، هذا رقم 5. هلأ نسأل الله سعى، هلأ دون كلهم خيرين بس هم درجاتهم عند ربك. هلأ في واحد رقم 6 هذا مو خير، هذا عليه زكاة وما بيدفع، أو إذا دفع بيعملها مثلا 1.5%، 2%، 1.25%، والله متراكم علي زكاة من 4 سنين لهلأ ما دفعتها، والله ما في سيولة معي، والله الله أكبر، هذا عليه واجب شرعي ثم هو لا يدفع. لا تنسوا يا أخوان بأن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهلأ في ناس لهم مع الصدقة من حيث الكيف بأنهم يدفعون أحسن ما عندهم، كمان مو كل الناس تستطيع. هلأ مو كل الناس بيقدر شغلي اللي أنا بحبها كثير بدي أعطيها لغيري، لا والله اللي بحبها بدي أخذها أنا. يعني في ناس نفسه لا تطاوعه، بس في ناس سبحان الله نفسه تطاوعه. القسم الثاني من الناس من يتصدق بأخبث ما عنده. الله عز وجل قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تدور على أخبث المال اللي عندك تروح تتصدق فيه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الله غني عن هذا المال الخبيث الذي يعطى للفقراء والمساكين، والله حامد وحميد لمن أعطى من أفضل ماله. هلأ والقسم الثالث من الناس من يعطي من الوسط. من يعطي من الوسط جيد، ومن يعطي من أحسن ماله جيد، بس من يعطي من أخبث ماله ليس بجيد. لذلك تدربوا أيها الإخوة والأخوات على أن تنفقوا، وعلى أن تنفقوا بسخاء، وعلى أن تنفقوا من الجيد أو من الوسط. وأنا أريد أن أقول للشباب الذين يعني في أول حياتهم، الإنفاق تدريب والإمساك تدريب. يعني هلأ في واحد بيقول لك أخي خلي الزناقيل يدفعوا مصاري، صح، بس كمان خلي الفقراء يدفعوا مصاري، لأنه هذا الفقير اللي معه 100 وبيروح بيدفع 10 ليرات هذا كثير منيح، بكرة إن شاء الله لما بصير معه 100 مليون بيدفع 10 مليون، لما بصير معه 100 مليار بيدفع 10 مليار. بس إذا هو متعود ما يدفع، لو صار غني بكرة ما بيدفع. لذلك دربوا أنفسكم يا شباب على أن تدفعوا، دربوا أنفسكم على أن تتصدقوا. لما بتسمعوا أنه في حديث بالمساجد عن الصدقة ما تقول والله هدون أبي بيدفع، هدون الزنقيل بيدفعوا، هدون الميسورين بيدفعوا، أخي معه مصاري بيدفع، أما أنا ما بدي أدفع. لا، أنت كمان يعني هذا الدرس هلأ لكل أخ بيناتكم، يعني درب حالك على أن تنفق في سبيل الله تعالى. فالله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال العلماء في معنى لن تنالوا البر يعني لن تنالوا ثواب البر وهو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون.